السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نتحدث عن الدرس الثاني، وهو ماذا لو اختفت أسماك القرش. طبعا نص النص هو نص علمي. ما هو النص العلمي؟ هو النص الذي يقدم فيه الكاتب معلومات باستخدام مصطلحات خاصة بهذا الموضوع، بحيث يبدأ النص بجمل افتتاحية شاملة يليها وصف أكثر تفصيلا، قد تقدم فيه الإحصائيات والأرقام والدراسات بأسلوب يميل إلى التعميم والموضوعية والوضوح. الفكرة العامة أهمية أسماك القرش وحاجة المحيطات لها. عن الأفكار الجزئية، هي أنواع السمك القرش والفكر السائد عنها عند البشر. مواطن عيش أسماك القرش، دور أسماك القرش في تنظيم الأكسجين في المحيط، تأثير أسماك القرش على التنوع البيولوجي وصحة النظام البيئي، المشكلة التي تواجهها أسماك القرش، المعاهدات الدولية لحماية الكائنات البحرية، تأثير انقراض أسماك القرش على البشر. أما هنا عندنا الكلمات موائل، وهي جمع موائل البيئات الطبيعية التي يعيشها فيها الكائنات الحية. المانجروف، وهي أشجار تستطيع العيش في المياه المالحة وتسمى أشجار القرن. الضحلة، وهي المياه التي تتشكل من تراكم الرواسب الرملية في مصبات الأنهار. الشعب المرجانية، هي كائنات حية تعيش في المياه السطحية، تطفو وتتحرك مع التيار. العوائق أو العوالق، هي هياكل تتكون من كائنات حية موجودة في المياه الضحلة. منابت، وهي جمع منبت، منطقة من الأرض نبات الطبيعي وهو العشب. جرفتها، وهي ذهبت به. معاهدة، وهي ميثاق أو اتفاق يكون بين اثنين أو جماعتين. عندنا إبرام المعاهد، اللي هي الاتفاق والتوقيع عليها. انقراض، وهي اختفاء نوع من الأحياء من فوق وجه الأرض كله دون رجعة. عندنا هنا الخصائص والأسلوب. عندنا خصائص النص، اللي هي المصطلحات والحقائق العلمية والأرقام والإحصائيات. عندنا المصطلحات، اللي هي العوالق، موائل، المنجروف والتنوع. عن الحقائق العلمية، العوالق والمولدة والأكسجين. الأرقام والإحصاءات، 400 سنة، 500 فصيلة، 90%، نسبة 90%. عن المشكلة التي يتناولها النص، عن المشكلة اللي هي اختفاء الموائم، أسبابها تدمير مناطق اللجوء وآثارها على الإنسان، يتأثر الصيادين والسياحة، آثارها على البيئة البحرية، تتأثر شبكة التغذية. حل هذه المشكلة، إبرام معاهد دولية للوقوف بجانب باحثي الإبحار ومساعدتهم في جمع المعلومات وتوعية الناس. هذه هي الإجابات في هذا السؤال. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.